ثم التوصية الأخيرة بيوصيهم على الجماهير. إيه أجمل من كده؟ جماهيركم والعشرة ويلا بينا. والحقيقة بجانب هذا الكلام المهم جدا الدعوة للتواضع، لأنه لما الكابتن الخطيب يقول لهم صلوا اشكروا ربنا، صلوا ركعتين شكر، تواضعوا، اعرفوا انه قدامكم حاجات كتيره جدا، ويشيد بالتزامهم، لانه قال لهم انا معاكم من البدايه. الحقيقه في لعيبه كتير، لعيبه كوره كويسه، بس النجاح والتوفيق ما بيجيش الا للي بيأدي عمله باخلاص واللي ملتزم، لانه الالتزام الحقيقه كان 10 على 10. الكلام ده في تاثير وجود الكابتن الخطيب مع البعثه واداره الكوره في نادي عريق بقيمه عالميه زي النادي الاهلي مردوده عند كل الناس، وساعة الجد وساعة الصدق وفي لحظة صدق حتى المنافس هيعترف بيها وهيقدرها، وقدرها الكابتن ميدو. نشوف في لقطات مهمة جدا بالنسبة لي في البطولة، وهي كواليس المعسكر وما بعد الفوز وما قبل الفوز وما بين المباريات، هي تواجد الكابتن محمود الخطيب في وسط الفرقة. وهنا محدش يزعل مني، أهمية ان رئيس النادي يبقى راجل ليجند وراجل اسطوره وراجل لعيب كوره. الراجل حاسس باللعيبه. تواجده في وسط الفريق وفي وسط الجهاز وفي وسط اللعيبه بيدي اللعيبه ثقه. فالنهارده اللقطات ووجود الكابتن محمود الخطيب في وسط المعسكر وفي وسط اللعيبه ده في الوقت الصعب ادالهم ثقه كبيره جدا، وفي المكسب ادالهم دفعه معنويه كبيره جدا. فوجود الكابتن محمود الخطيب مع الفريق وفي المعسكر وفي وسط اجواء البطوله ونقل خبراته للعيبه والتعامل معاهم التعامل مع اللعيبه ومع الجهاز كاب وراجل رئيس المنظومه اللي متواجد دايما معاهم، انا في رايي فرق مع النادي الاهلي كتير جدا جدا. وجود الكابتن محمود الخطيب بالذات مع النادي الاهلي في الفتره دي فرق مع اللعيبه كتير جدا جدا، وده واضح من خلال الصور ومن خلال الفيديوهات اللي احنا شفناها. يعني الكابتن ميدو يشفع له ان يرجع الى الحق، مهما زعلنا منه في بعض الكلام هو بيرجع الى الحق، وقدر تماما وقال الكلام اللي احنا قلناه. تأثير وجود رئيس بعثة بحجم الكابتن محمود الخطيب والكلام الواقعي اللي قاله لهم وازاي كان له تأثير على اجواء الانضباط والدفعات المعنوية.